السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير. النهارده هعمل معاكم زبده الفول السوداني بطريقه صحيه وسهله جدا، مش هتشتروها تاني ابدا من بره، لان في فرق كبير في الطعم وفي النوعيه وفي وطبعا هتبقوا عارفين كل المكونات بتاعتها. طريقه سهله جدا يا جماعه. انا هنا استخدمت بس نص كيلو من الفول السوداني اللي هو الني اللي من غير تحميص، لانه انا عايزه احمصه واوصله لدرجه تحميصه معينه، ومش عايزه عليه ملح ولا حاجه زي اللي بنشتريه جاهز. هنا ممكن التحميص تعملوه بكذا طريقه. انا هنا استخدمت الاير فراير، حطيت فيها الفول السوداني وهسيبه يتحمص لحد ما يوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها. ممكن انتوا لو ما عندكوش الاير فراير هتحمصوا على البوتاجاز من فوق، هتحطوه في صينيه وتوطوا عليه النار خالص لحد ما ياخد درجه اللون اللي احنا عايزينه اللي هوريها لكم دلوقتي، او ممكن برضو تحمصوه في الفرن، تفردوه في صينية وكل شوية تقلبوه. طبعا هو التقليب مهم جدا فيه، سواء هتحمصوه في الفرن او على البوتجاز من فوق. شوفوا درجة اللون، دي درجة اللون اللي انا عايزاها اللي هي البني الفاتح. ديت هتطلع لي لون زبدة الفول السوداني، لونها حلو وهتبقى ناجحة جدا في العمايل بتاعتها والخطوات بتاعتها. طبعا انا هجيب الفول السوداني احطه في المطحنة، انا هقسمه على مرتين وهحطه في المطحنة وهوريكم الدرجة اللي احنا عايزينها في الطحن. طبعا زبدة الفول السوداني من الحاجات الصحية جدا اللي ممكن تستخدموها في الفطار وفي العشاء. بتتفرد على توست، وممكن تحط عليها معلقة من العسل الأبيض أو معلقة من المربى. برضو اللي عاملين كيتو دايت ممكن يستخدموها، وممكن يستخدموها كمان اللي عاملين اللو كارب دايت. مشبعة لفترة طويلة، بس طبعا ما ينفعش تستخدموها بإسراف، يعني هي معلقة صغيرة لأن برضو الكالوريز بتاعتها عالية جدا، فهتستخدموا منها كميات قليلة. انا بالنسبة لي ولادي بيحبوها لانها مشبعة، بالذات الرياضيين اللي بيلعبوا رياضة بياخدوا معلقة منها، بتشبعهم لفترة وبتديهم مضادات اكسدة وبتديهم فيتامينز كتيرة جدا. انا هنا طحنتها ووريتكم القوام بتاعها المفروض تبقى ازاي. طبعا هي القوام بتاعها كده تقيل، لو انتوا حابينه كده اوكي، انا بحبه خفيف شويه، فحطيت عليه معلقه من الزيت وهحط عليه معلقه صغيره من العسل الابيض. ممكن تستبدلوا العسل الابيض بستيفيا او ممكن ما تحلوهاش خالص براحتكم. هنا حطيت هنا معلقه من الزيت النباتي، ممكن انتوا تستبدلوا الزيت النباتي بزيت جوز هند او بزيت زيتون لو عايزينها تبقى صحيه اكتر. وهتبداوا تطحنوها تاني لحد ما توصل لكم القوام اللي احنا محتاجينه، القوام اللي ينفع للفرد بتاع السندوتشات. انا طبعا بعملها بحطها في حاجه ازاز، انا بخليها بره التلاجه عادي، ما بيجرى لهاش حاجه، حتى لو فضلت شهر او اكتر ما بيجرى لهاش حاجه. كده اطحنها تاني كده لحد شوفوا القوام بتاعها كده اللي هي اللي انا هستخدمه. ده القوام بتاعها اهو، دي سهله جدا في الفرد بتاعها. وزي ما قلت لكم هي ممكن تستخدموها، هي مشبعه جدا وصحيه جدا غير الحاجات اللي هي الصناعيه. طبعا في ناس بتعمل زبده الفستق كمان وزبده مثلا اللوز، بس طبعا الفول السوداني حاجه اقتصاديه وطعمها حلو ومفيده جدا صحيا، فممكن اي حد يعملها بكل سهوله. هنا انا عملت الكميه الثانيه كمان اللي هي نص كميه الفول السوداني المتحمصه، عملت نفس الحاجه، حطيت معلقه صغيره من العسل الابيض ومعلقه برضو من الزيت النباتي وهبتدي اطحنها. شايفين القوام ده؟ القوام بتاعي اللي انا عايزاه. طبعا انا يعني عمري ما كنت باكل زبده الفول السوداني، بس انا ولادي اللي عرفوني عليها الحقيقه، لقيتهم بياكلوها كتير فجربتها، لقيتها فعلا حلوه وميزتها انها بتشبع فترات طويله. بس زي ما قلت برضو في الاول ما ينفعش تصرفوا منها لان هي السعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا، فبس معلقه صغيره كفايه جدا.
ده القوام بتاعها. هبتدي احمص توست واوريكم هفردها عليه ازاي. هنا هجيب واحده من التوست حمصتها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي افردها عليها. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعه؟ ده القوام اللي هي الممتاز بتاعها، قوام حلو قوي. يا رب تكونوا استمتعتوا بالوصفه، ويا رب تكون الوصفات بتاعتي خفيفه عليكم. وان شاء الله تعملوها تجربوها وتقولي لي الكومنتات بتاعتكم يا رب وتعجبكم. وما تنسونيش يا ريت في اللايك والسبسكرايب والشير، محتاجه الدعم بتاعكم. متشكرة جدا وبالهنا والشفا.